أظهر لقاحان قيد التطوير ضد فيروس كورونا المستجد، أحدهما بريطاني والآخر صيني، استجابة مناعية جيدة بحسب نتائج تجربتين سريريتين منفصلتين، بينتا كذلك أنهما آمنتان للمرضى. ونشرت الاثنين نتائجهما مجلة ذا لانسيت البريطانية الطبية. ووفق وكالة فرانس بريس، فقد أنتج اللقاح الأول الذي تطوره جامعة أكسفورد بشراكة مع شركة أسترازينيكا إجابة مناعية قوية في تجربة على أكثر من 1000 مريض. أما الثاني الذي يطور بدعم من شركة كانسينو بيولوجيكس الصينية، فقد حقق نتيجة جيدة في مجال إنتاج الأجسام المضادة لدى الغالبية من بين 500 مريض في تجربة منفصلة.